في الحقيقة أنا واحد من الناس اللي ما بحبش أستخدم بعض الجمل والعبارات من قبيل مش قلتلكو وجالكو كلامي، لكن أحيانا بنضطر إن احنا نستخدم مثل هذه الجمل مش للانتصار النفسي أكتر منه للاستدلال. على سبيل المثال الأسبوع اللي فات يوم الاثنين اللي فات تحديدا كان عندنا خبر مفاده القبض على 21 من كبار منتجي الدواجن، والخبر ده كان عامل ضجة في البلد، الكل بيتكلم عن عملوها الوحوش عملوها الرجالة، قبضوا على 21 من كبار منتجي البيض والدواجن في البلد. طلع الإعلام المصري، السيد رئيس الوزراء، السيد وزير التموين، السادة منتجي الدواجن، يقول لك ان هم دول السبب في مشكلة البيض والفراخ على مدار السنتين اللي فاتوا، هم اللي احتكروا البيض وزودوه بعد ما كانت سعر البيضة جنيه واحد وصلت 5 جنيه و6.5 جنيه خلال الشهرين اللي فاتوا، هم اللي خلوا سعر كيلو الفراخ يصل ل100 جنيه ويخلوا سعر كرتونة البيض تتجاوز ال120 جنيه، هم اللي عملوا كل حاجة. كان ناقص يقول لك جماعة دول ال21 مربي دول هم اللي خرموا الأوزون وهم اللي كلوا الجبنة وهم اللي قتلوا كليبر، يعني كل النقائص والمشاكل في ملف البيض والفراخ شيلوها لل21 مربي. لدرجة إن السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير الأول في بلدنا طلع بعدها بكام ساعة عشان يعلن انخفاض تدريجي في أسعار بيض المائدة يصل ل15% خلال الأيام المقبلة. شخصيا توقعت ان هذا الكلام لم يحدث، مش لان انا جامد جدا ولا عارف المستقبل، لا، لان الخطوات اللي بتاخدها الحكومه والاجراءات اللي بيعملها الساده المسؤولين بقت مفضوحه ومكشوفه وكلها غير قائمه على خطه او استراتيجيه، فبقى من السهل توقع ما يحدث بناء على هذه الاجراءات. قلت لحضراتكم في هذا المكان يوم الاثنين اللي فات ان هذا الاجراء مجرد استباق للواقع ومجرد خطوة للأمام. السادة عارفين إن احنا داخلين على موسم مدارس، زيادة الطلب على البيض، قلة المعروض في السوق بسبب مشاكل الأعلاف، وبناء عليه هيزيد سعر البيض الأسبوع اللي جاي. يقوم يعمل إيه؟ يقبض على كام واحد ويشيلهم الليلة ويقول لك لعبوا في بورصة الدواجن وزودوا الأسعار واحتكروا السوق، ويطلع مصطفى مدبولي يقول لك البيض هينزل. طب شوف هذا الخبر أمس، البيضة تصل ل8 جنيه لأول مرة في التاريخ. البيضة الواحدة ب8 جنيه. البيضة دي لو الفرخة اللي بيضاها خريجة جامعة أمريكية مش هيوصل تمنها 8 جنيه. لو البيضة دي اتباضت في مستشفى استثماري 5 نجوم سعر البيضة في بلدنا مش هيوصل 8 جنيه. البيضة ب8 جنيه يعني الكرتونة اللي فيها 20 بيضة سعرها وصل 160 165 170، ده لسه قبل ما نخش على بداية الموسم الفعلي للمدارس مطلع الأسبوع اللي جاي. ده بيقول إن الحكومة دي فشلت بكل معاني الكلمة في ضبط الأسعار في سعر البيض، يعني لأول مرة في التاريخ بيضة أم 8 جنيه. أنا لو عندي 3 أطفال في المدارس أو 4 أطفال، لو هجيب لكل طفل بيضة واحدة احطها في سندوتش، انا كده محتاج على الاقل 40 50 جنيه في اليوم عشان ادي سندوتشات ل4 اطفال. تيجي تقول لي كان عندنا احتكار، ويطلع احمد موسى يقول لك عملوها الوحوش وعملوها الرجاله وجابوا المحتكرين في كيس او في شوال. طب اديك جبت المحتكرين في شوال وقبضت على 21 واحد وقلت احتفلت وعملت انجاز، ليه اسعار البيض ما نزلش؟ ليه البيضة تزيد خلال أسبوع واحد من 6.5 ل8 جنيه لأول مرة في التاريخ؟ ده لأن زي ما قلت لحضراتكم الحل مش في إنك تقبض على الناس، الحل إنك توفر العلف. الناس دي ربما يكونوا متورطين الله أعلم، لكن اللي أنا متأكد منه إن الناس دي مغصوبة على أمرها. ليه؟ زاد سعر العلف خلال السنة اللي فاتت بنسبة 60%، زاد السعر تكاليف الانتاج بنسبة 60%، طبيعي يزيد سعر المنتج بنسبة 60%. يا ناس احنا عندنا اكتفاء ذاتي بالراحة في موضوع الفراخ والبيض. حسب بيانات المركزي للإحصاء ووزارة الزراعة، اتحاد منتجي الفراخ إجمالي الثروة الداجنة في بلدنا تصل ل1.4 مليار طائر، بينتجوا سنويا 14 مليار بيضة. كان عندنا اكتفاء ذاتي بنسبة 100%،
كنا بنصدر لحوم حية ومدبوحة وبنصدر بيض، دلوقتي بعد ما كان إجمالي استثمارات الفراخ أو قطاع الدواجن بيصل ل 100 مليار جنيه في 36 ألف منشأة بتنتج، دلوقتي 50% من المنشآت قفلت، 50% أو 60% من الاستثمارات خسرت. طبيعي تبقى سعر البيضة من 6.5 جنيه الأسبوع اللي فات 8 جنيه النهاردة، وخليني للأسف أزيدك من الشعر بيت، ربما تصل الأسبوع اللي جاي مع بداية المدارس ل 10 جنيه، ولا مكان ولا مستقبل للفقراء في البلد دي، ولا حياة ولا مستقبل لمحدود الدخل في البلد دي. لكن المهم سيادة الوزير ورئيس الوزراء يحتفلوا بإنجازهم، وقال لك قبضنا على المحتكرين، واستنى بقى يا مواطن شهر 2 3 10 لحد ما ينزل السعر. وسلو بلدنا زي ما حضراتكم عارفين، الحاجة اللي بتغلى ما بترخص، طول ما انت بتاخد مسكنات بتدي إبر تحت العظم عشان تهدي من الوضع العام والرأي العام، مش هتحل مشكلة. حل المشكلة نزل سعر الدولار اللي بقى في السماء بسبب ديونك وقروضك، وفر المواد الخام، وفر العلف، طبيعي ينزل سعر البيض واللحمة والفراخ والسمك وكل حاجة. غير كده يبقى انت بتاخد إجراءات، ويجي واحد غلبان زي حالاتي يتوقع الأسوأ عشان إجراءاتك كلها خاطئة.